فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: ما هو القول الراجح في سكتات الإمام المشروعة؟ هل هي اثنتان أو ثلاث؟ الثابت أنها سكتتان بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، والثانية عندما يفرغ من قراءة السورة بعد الفاتحة ويريد الركوع يسكت قبل الركوع ولا يصل التكبير بالقراءة. نعم. وأما الثالثة مختلف فيها كما سمعتم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.